يعني ما اخش في السياق ان هي ممكن تكون مباراه مشتعله فعلا على ارضيه الملعب ما بين اللعيبه وما بين الجماهير، لان يعني ديربي ممكن تكون مخنوقه شويه، ولكن هيبقى فيها امور فنيه وامور تكتيك بشكل قوي جدا. مين يفوز في الذهاب خالد بيومي؟ انا يعني انا رايح مع الرياجه شويه نظرا لثبات المستوى وثبات التشكيل. رايح مع الرياجه شويه. فهد تعادل. انا الوداد اكيد. اذا توقع للرجاء، توقع للوداد وتعادل. الان في الوطن العربي الكبير يا لها من امسيه ويا لها من اجواء، وكازابلانكا هذا المساء هذه الصوره، تبدا الصوره بهذا التيفو لجمبي. طبعا الفريقين لدينا ديربي كبير ايها السيدات والساده، بدا الحديث عنه قبل وردي وعبد الرحيم الشاكر وفابريس انجوما اضافه الى سفيان الرحيمي، واخيرا وليس اخرا مالانجو الكونغولي بن مالانجو. اللوحه في المدرجات، تبدا المباراه ويبدا الديربي الكبير بهذا التيفو المعبر، صورة من أجمل ما يمكن. الله 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 على المشهد وعلى المنظر وعلى الدار البيضاء هذا المساء وعلى أمسية بكل ما فيها الليلة. كازابلانكا شوارع مهجورة ومدينة منقسمة ومنازل صامتة، الديربي وزلزاله المدمر. الله الله الله، نعم الزلزال المدمر، هذا زلزال من صنع البشر، هذا زلزال من الآن، ولكنه الزلزال الجميل. الصورة معبرة، لم أشهد في كرة قدم تابعتها عبر سنوات طويلة لم أشاهد. محمد عبد الله يعلن بداية المباراة التشكيلة لنادي الرجاء، ولكن تشكيلة الوداد الذي يبدو الآن في الجهة اليسرى من الشاشة بألوانه الحمراء التقليدية. أحمد تكنواتي في المرمى، أيوب العملود، لدينا الشيخ كومارا العاجي، هنالك أشرف داري، ولدينا بدر قداري. اللوحة اللوحة القادمة من المدرجات، وما نشاهد الآن ما نشاهد الآن هذا التسونامي، هذا التسونامي من صنع البشر في مباراة اليوم، المباراة التي تنطلق بأجواء خيالية. طبعا نعم، بدر قادرين الظهير الأيسر الشاب اللي عمره 22 سنة، والشاب الذي يلعب طبعا في مباراة اليوم في الجهات اليسرى، لكن انطلاقة تأتي الآن والكرة لصالح فابريسنجا. هذا اللاعب في الكونغو الديمقراطية، الخطأ يحتسب في الكرة الماضية والخطأ على القائد ولاعب المنتخب المغربي بدر بانون. وجماهير الرجاء في المدرجات، بينما الوداد وطبعا وداد الأمة، هدير الأمة، صوت الأمة، جماهير في مباراة اليوم تصنع لوحات في غاية الرقي غاية الجمال. طبعا لاحظ هنا الكرة تلعب للأمام عالية، ابعاد من جانب فابريس سانجا، لاعب القادم من الدفاع الحسيني معانا في الصورة 22 سنة لاعب منتخب الكاميرون. رمي تماس لصالح ايوب العملود، اللاعب الذي شارك في طبعا مباراة فريقه امام المريخ في مركز الظهير الايسر، ولكنه يلعب اليوم مكان الزميله عبد اللطيف نصير. ولاحظ جماهير الوداد، شكل الملعب مذهل، لوحة رسمها العشاق ومشهد أبرزه المحبين. يا لجمال اللوحة ويا ولذلك قصة، لأن أحد مؤسسي الوداد جاء متأخرا. هذه كرة تلعب الآن للأمام، لازالت لبن مالانجو عند حارس المرمى، والحارس هو تكنواتي في الكرة الماضية. أحد أنا اللاعب الذي كان في الجيش الملكي، لاعب الدفاع حسيني، قبل ذلك لاعب المحمدية. ضربة الحرة المباشرة وصدت في الحائط البشري ولا المريخ، انطلاقه من اسماعيل حداد، الكره في الجهه اليسرى، بدر قادرين، محاوله عاليه وللامام وحارس المرمى، خروج في الكره الماضيه. السلامات. اكبر مدن المغرب وعاصمتها الاقتصاديه، يا سلام على المشهد وعلى الصوره وعلى العشاق الحقيقيين اللي قبل المباراه بساعات وقبل المباراه بايام و في منافذ بيع التذاكر. طبعا الحديث عن بينما هنا الصورة أيضا تأتوا بهذه الصورة وبهذا الجمال. نحن مرة أخرى قدم من جانب اللاعب بالفعل، وعالية والأمام وخطيرة الكرة الماضية، أما صوت الأمة، الضربات الحرة المباشرة الجميلة ولكنها عالية في الكرة الماضية. عاشقة الرجاء حاضرة في المدرجات الآن، كرة تلعب عالية وللأمام، أيوب الكعبي
أيوب الكعبي، أيوب الكعبي، أيوب الكعبي، أيوب الكعبي، جول، جول للرجاء الحداد، الحداد يتقدم، هدف ودادي يشعل كازا، هدف ودادي يشعل كازا، والحداد هو رجل اللي فيها مرور وخطأ كبير، خطأ كبير من بدر بانون، أيوب الكعبي إلى الزميل إلى إسماعيل الحداد، والهدف الأول يسجل، والهدف الأول يسجل للوداد، الوداد يتقدم. مغربي يزور طبعا فلسطين ويلعب هنالك، وهذه كرة تبعد ولا زالت خطيرة، والإبعاد مرة أخرى، ولا قائمة. لاحظ بأن الوداد يسير الشوط الأول بذكاء، انطلاقة من أيوب العملود، 25 سنة لاعب الجيش الملكي، قبل ذلك خطيرة، فرصة لأيوب الكعبي، الله. الرجاء في الشوط الأول من المباراة، وعندك طبعا ليلة طويلة جدا، عندك ليلة فيها مدينة كازابلانكا، طبعا الدار البيضاء، إما أن تكون ليلة حمراء، وإما أن تكون ليلة خضراء، وإما أن تكون الدار البيضاء في كازابلانكا. الشوط الثاني يدخل في محسن متولي طبعا مع نادي الإمارات في 2012، ابن 33 سنة، ابن الرجاء في الشوط الثاني من المباراة، والشوط الأول بذكاء كبير جدا للفريق الضيف في مباراة اليوم. الحديث هنا لأن إسماعيل حداد سجل الهدف الأول في المباراة والشوط الثاني من المباراة، بصورة جيدة أشرف داري، بينما انطلاقة هنا في الجهات اليمنى، محسن متولي طبعا عندما يغيب لا شك يتأثر فريق، هذه خطيرة، فرصة، الله الله الله، تألق كبير من تكنواتي، الله الله، أشعل الدربي، أشعل مثير، واحد إلى واحد، لدينا مباراة في... هذه الصورة، هذه الصورة، نعم هذا يحدث في ديربي كازابلانكا وليس في البومبانيرا وليس في أمريكا الجنوبية وليس في نهائي ليبرتادورس وليس في نهائي دوري أبطال أوروبا، هذا في المدرجات في... وعندما عادل هذه اللقطة التي تتابعها ويتابعها العالم في كل مكان في العالم، نعم هي فرحة مغربية هذا المساء في لحظات الماضية من عمر هذه المباراة. كرة جميلة من جانب نجوما، يأتي بكرة جميلة، لاعب مؤثر بالفعل في مباراة اليوم، نجوما في الكرة الماضية، شبيه إيتو، شبيه سامويل إيتو، الله 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 الله، من عن طريق اللاعب عمر عرجون، تأتي المحاولة من محسن متولي، ما بدأ المباراة عندما دخل أعطى الإضافة الكبيرة، هذه كرة، الله، حلوة الفكرة، الآن تحضر للوداد وجماهير الوداد هي القريبة من هذه الكرة الآن، وخروج حارس من جانب يحيى جبران، رمي تماس، شوط ثاني الرجاء أفضل، الرجاء أخطر، وعشاق الرجاء يتمايلون طربا وينتظرون هدفا ربما في شباك الوداد في شوط ثاني، كرة تلعب الآن خطيرة، لازالت التسديدة مرة أخرى تبعد، بدر بانون كان ينتظر الكرة الماضية، هذه كرة بعيدة المدى، لازالت في الملعب لمحسن متولي، الكرة تحبه، الكرة تحبه، نعم جاءت له في المكان السليم، وبالرأس تلعب ولازالت قوية وخطيرة، واللاعب البديل عيشة وعيون تائهة وليل حائر، ليل حائر ربما الآن، لكن تسلل، تسلل، أعتقد أن مباراة شهدت 45,000 متفرج، ولو كان هذا الملعب بالمناسبة يتسع لما هو أكثر من ذلك، فإن الحضور سيكون كذلك حاضرا بصورة سليم، محاولة قائمة ربما آخر الفرص المتاحة في المباراة، وحارس أيضا الذي كان ولازال أكثر حارس مرمى بالمناسبة لعب في تاريخ الديربي ب 19 المباراة. الدقائق الثلاثة وصلت الآن إلى خط النهاية وصافرة النهاية من جانب حكم المباراة الإماراتي محمد عبد الله حسن.